مازلتوا بحذنا في الكوجينة، لي تارتلات نتاعي شوفوا محليهم مزيانهم طابوا، البات مريقله مهروشه تبدا بنينه ياسر على خاطر بالبوفريوه مفيده. لا لا كملت باش نعمل دغيساج نتاعك. تعمل دغيساج نتاعك اونتخ تون الحشو نتاع لي تارتلات نتاعي بصبش عليكم ياسر الحكايه، باش نشعل النار وباش نطيب ان كراميل. دونك باش نعملوا من الاول ان كراميل اسيك. اش معناتها كراميل اسيك؟ معناتها مانيش باش نحط فيه ماء، جوست سكر، نحط كوش صغيره نتاع سكر مش كبيره، كيف من هكا فوالا. ناخذ مغرفه باش نحط الباتا تارتيني سبيكولوس اللي قلت لكم عليها، اللي حكيت لكم عليها نتاع فانواز، اللي هي بنينه ياسر، عندها مطعم نتاع قرفه وعندها مطعم او ميم طون نتاع بسكويت. دونك بنينه بنينه بنينه. باش نجي نحطها في الفون دو تارت نتاعي، في عوض نعملوا شوكولاته ولا حاجه نحطوها هي تعطي بنه مش نورمال كما نقولوا. فوالا جست باش نحطها شويه برك في الميكرووند مش برشا، باش نجم تسيلي شويه ونجم نحطها او فون دو مي تارتلات. هذا يطيب على روحه. دونك ديما نردوا بالنا كي نعملوا ان كراميل لازمنا نردوا بالنا نعسوا عليه ما نخليهوش هكاكا سان سيرفيونس. انا جوست لو طون اللي نحطها في الميكرووند نخرج فرد مره الكريم فريش سوبيريور نتاع ديليس، هي اللي باش تعاوني باش نطيب الكراميل نتاعي. هذيا نزيدها تشيشه برك قاعد يطيب على روحه. كي يبدا يذوب كيف من هكا الراوة فما دي زون بدا يذوب فيهم، البقايا اللي بدا يذوب فيهم باش نزيد نحط له سكر ونطيبه بشويه بشويه. سي بون. ريحتها بنينه. اهم حاجه هي الكراميل نتاعي ما لازمنيش ما لازموش يغلبني. فوالا كي يبدا ديما عندي ان كراميل نتبعو بشوي بشوي. هوني نجي في الفون دو تار نحط مغرفه باش تعاود هي تجمد، دونك تجينا حاجه بنينه ياسر منظرها مزيان اون بلوس. فوالا حضر روحي الكراميل نتاعي اللي هو بدا يطيب. اب خليوه وفي ده سافا. هنا ريق شايح تقولي سافا سافا، راني قاعد نزين زين زين زين. ومن بعد تتحلي بالتخت هذايا بنينه ياسر ان شاء الله. وتوا كي يبدا طاب كيف من هكا الكراميل باش نجيو ردوا بالنا وفي تري اتونسيون نصبوا عليه الكريم فريش باش نوقفوا الكويسون نتاعو بالكريم فريش وندوروا فرد وقت. تعطيني شيشه ملحه. أيه. يزيد برشا بنه في الكراميل الملح. فوالا فوالا كي يبدا هكايا كيما هكا بدات تولي صوص كراميل، وقتها باش نرمي فيها الفاكهه اللي عندكم في الدار. دونك اي فاكهه عندكم في الدار ترميوها في وسط الكراميل وتكملوا خليها هي بدا تتحمر شويه وتشربك الكراميل. على توا هذا حذر هبطوا الفاكهه اللي وحلت
والبقيه باش نجي ونحطوها بشويه بشويه. واو حاجه روعه. اذا من بعد راهو باش كي باش يبرد باش يشد روحه مليح. بسم الله. وعلاش زدت الكريم؟ الكريم باش تخليه ما يجيش يابس، باش يقعد ديما كريمو. كملت راني مفيدان. ربي معاك. شو نقول لك؟ ما كملتش انت؟ لا كملت. قادر نحضر في الفينيغريت تاع السلاطه. احكي لنا عليها مال. احكي لي عليها يا بابا، اش تحب نحكي لك عليها؟ سلاطه. سلاطه فيها الفلفل اللي عملناه سوتي. اي. فهمتني؟ زيناه باللي غولي دو فروماج كويستو. كعيب تين زيتون، كعيب عظم، اش تحب؟ وتوا جيست الصوص اللي جو اغوزي. انا ديجا فوحتها. نحط السيترون، شويه موتار دو بليش، شويه ثوم. تسمع؟ نسمع نسمع نسمع. اي اي نحبك تقول لي اي 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 وي شيف. شويه ملح ما تكثروش خاطر الفلفل فوحناه. شويه زيت نجمع. هذيا تندرسي لك فيها هذيك هي الدجاج هكا. اي ميسيلش كل شيء طاير. هاك زدت فيها التومات سوريز هذايا وما قلتليش. عندي كعبه تومات سوريز ما نرجعهمش للفريجيدير. اقعد جيب لي بوليس اليوم انت. حطيت تومات سوريز سامحني، حطيت تومات سوريز. ما قولي قولي جوست قولي ما نحب يفوتني شيء انا. اي نعرفك نعرفك. جوست باش نعرف. هاكا تو بعدك نعاود بعدك نعاود نعطيك الكومبوزيسيون نتاعها. هزيتها. اي هاكا هاو. وما تنساش لبسي ساعات. استنى يا استنى ولي لي انا نحب نبرد بها رجماتي البسيسة. استنى عاد. اي هيت عليك هيت. ليه 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 كل واحد ودريساج نتاعو. نحب هكا مقبب. نحب الفوليوم انا. خاف حط شوي معدنوس يا فوليوم. شوي وبالعرك انا وياك. ليه ما نحبش انا ما نعبيش برشا ونحب الفوليوم. شفتي باش نصايب عليك السنة؟ مسالش مش مشكل. حطيت معدنوسة؟ حطيت. باهي. وباش نضبط الصحن. صحيتك. أنا باش نعمل؟ باش نجبد البسيسة نتاعي باش نبرد بها السخانة اللي ضربتني اليوم بالكوجينة. فوالا هاني هزيت لك جماعتك الغاز. أما الحمد لله ديليس عملوا لنا شوية بسيسة، مسالسة أنا نشي البسيسة وننفخها و فهمتها وما تجينيش كيما نحب أنا. إجا شوف لي تارتولات نتاعي محلاها. أي أنا اليوم ما تلهيتش. الله 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 الله. وعندك من لوطا كوش سبيكولوس كيف من هكا. اي جادور سبيكولوس. وعندك الكراميل وعندك الفيكيا اللي هي طابت زادة شويه في الكراميل. وعندنا هاك السوتين نجم نقولوا اللي بالدجاج والشامبينيون وزادت التومات سوريز وزادت زادت شاشه الزيتون. فماش قوي عطره في التطيب. عندك الحق. نعم. فماش حاجه هكا كاري. وعنا السلاطه اللي طيبنا الفلفل أي والبصل اي جوست سوتي بالثوم اي وحطينا معاها هكا التريفات نتاع كويستو فوالا بالجبن فوالا اي وعظمه وسلايطه تبارك الله ما شاء الله تاكلوا هذايا فاهم شرب لا هما شبعوا العبيد اكزاكتومون والبسيسه بالطبيعه وتاكلوا وبالشفاء. ميرسي مفيده فريمون ميرسي ليكم انتوما اللي تتفرجوا فينا يا جماعه. باي باي يا لا بروشين. هذا البرنامج برعاية ديليس أحسن ما فهم وردة سرها المحبة. وردة سرها المحبة.